اسم عبد الفتاح عمر العمر، من مدينة، من محافظة إدلب، مدينة بنش. 1972 تولد، العمل محل برادة. قبل 25 عملنا مظاهرات في محافظة إدلب، مدينة بنش، بحدود الأربع خمس مظاهرات. قمنا بتكسير سيارة مدير الناحي وحرق دواليب. 20/5 كنا بمظاهرات في مدينة بنش، اتجهنا باتجاه سرمين، أخذت معنا بيطلع شي نص ساعة، حدود ثلاث أرباع ساعة لسرمين. من سرمين اتجهنا باتجاه إدلب، على أساس اتفقنا إنه نلتقى هونيك الشباب كلياتنا ونتجه نفوت على محافظة إدلب. قبل محافظة إدلب 1 كيلومتر باتجاه، متجهين نحن باتجاه الغرب على إدلب، تفاجأنا ولا في لجان شعبية بالصف الأمامي، هذول الناس مدنيين مسمين نفسهم لجان شعبية. صار تصادمات بينهم وبين المتظاهرين. ما في فتة بشي نص ساعة، بيطلع ثلاث أرباع ساعة بعد التصادمات، قام تفاجئنا بالصف الثاني بالدفاع المدني عم يضربوا غاز مسيل للدموع على المتظاهرين. صار في هون يعني خربطه بالامور، صاروا اللجان الشعبيه اختلطوا مع الناس المتظاهرين. عرفوا عمار بدوي من بنش متظاهر معنا، هو عرف انه هذا من اللجان الشعبيه، اوس في بطنه هو طلقه هو تنتين، ماني متذكر يعني ما بعرف. تراجعنا انا هون، تراجعنا من الغاز مسيل للدموع، ناس مثلا اسريت، ناس مسكت، ناس داخلت وقعت، ناس كذا. انا رجعت، رجعتي ولا موجودين بيطلع شيء 7-8 أشخاص، 10 أشخاص فوق راس زكريا المقتول. زكريا عم بيقولوا له، واحد بيقول له تشاهد، واحد ثاني بيقول له خذوا اسعاف، واحد ثاني عم يسب، واحد ثالث عم يحشك، واحد ثالث عم يحكي كلام بزق. قام قال لي يا عمار خذ هاي المسدس واوسه في راسه. اخذت المسدس منه ملقمه هو، اوسته طلقه ورجعت المسدس لعمار. اول جمعه مات زكريا، الجمعه اللي بعدها مباشره، يعني تيجي مطابق الجمعه اللي بعدها مباشره، قال لي التقيت شخص اسمه محي الدين اسعد. قلت له بدنا نهرب برا البلد، بدي اهرب برا البلد انا. هو ما عنده خبر انه انا ايتي ولا ما ايتي، وما عنده فكره مضبوطه الزلمه حتى ما اظنه. قال لي في عندنا شخص بنعرفه، طالب مدرسي كان يدرس معي بحلب، بروح نروح لعنده، هذا بيته مباشره على حدود التركي، بنقعد عنده نهار نهارين ثلاثه، عنده مزرعه وعنده كذا، وبيته حد النهر يعني، اذا صار في مجال نفوت على تركيا، ما صار في مجال نقعد نهارين ثلاثه ما نضيع عنده. رحنا نهار الجمعه، مصباح الجمعه رحنا الساعه 11 الظهر، الساعه 3 كنا مقبوض علينا على الحدود مباشره من قوات الامن. اسمي احمد فيصل لوز. شو دراستك؟ ما دارس للسادس، ماني عارف يعني، ماني كاتب. وعملك شو عمل؟ قصاب. انا جاي من مصلح، نازل هيك على المحلة ولا شافني نادر دهب. وين يا احمد؟ وين رايح؟ قلت له رايح محلي. قال ليش ما طلعت مظاهرات؟ يعني ما بتطلع مظاهرات معنا، ما بدك، انا مجموعتي جاهزه انا. طبعا انا لاني طالب من الفريق، بدي اطلع مظاهرات، ليك وين الطريق؟ رحت لمظاهرات في شهر 25,000 الثاني عن الطريق، قالت سيحي 25,000، وشو بدك كمان؟ انا بعطيك. ومن هون نهارين ثلاثه دبرت لك بارودي حربي، دبرت لك ما دبرت لك، تشوف ناصر النهار اذا بيعطيك. صرت على المحل انا، قلت ليش اخذت 25,000؟ شفته بعدها، قلت له يا اخي خذ 25,000. قال لي خليهم معك، وشو بيلزمك؟ شو نحن ندبح العالم؟ نحن نموت العالم؟ خلص خليهم معك انت. قلت له شافني بعد جمعتين، قال شو هسه لازمك؟ قلت له يعني ما لازم شيء. قال لي امسك هي 15 الاخر، شو بيلزمك الضروب؟ شو بيلزمك؟ قال لي انا بجيب لك. قلت له ايه، اخذت منه 15 واخذ منه قبل 25، صاروا 40,000. نهارين ثلاثه رد لي خبر، قال لي ما لقيت بارودي، شوف ناصر النهار. انا حكيت مع ناصر النهار يحكي معك، قال لي ناصر النهار. قال لي وينك؟ قلت له والله انا بالمحل، قال لي بدي اشوفك شوي. شافني قال لي في بارودي عند زميلي، اذا ما انا لازم قلت له بجيب لك اياه. قلت له نهارين عم يدق لي، قال لي وينك احمد؟ قلت له انا بالمحل، قال اطلع لعندي على البيت على البستان. طلعت لعنده، وصلت لعنده، ولا طالع لي 30 ضرب بيده شايلهم والبارودي. قال مسك هدول بس مخزن ما إلى البارودي. قال لي خذ دبر لمخزن ودير بالك على البارودي. قلت له قال لي لان مستعيرين عياري. قلت له اخذت البارودي واخذت الدروب واخذته لعندي على البيت حطيتهم، وطلعت لعند الشيخ رفقاتي، سالت ابونا للشباب لوائل وربيع ولبديع، قلت لهم عندكم مخزن بارودي؟ قال له يا وائل تعال جيب له مخزن لاحمد من جوا. هني كان عندهم ثلاث بواريد، تنتين سلموه للدوله، عليهم دم، سلموه للدوله دفعوا غرامتهم، وحده باعوها من شيء 4-5 اشهر.
ست اشهر، اربعة اشهر، خمسة اشهر. اعطاني مخزن، اخذت المخزن انا حطيته بكيس، نزلت على البيت، حبيت لا مضروب فيه، وحطيته بالبارودي. المساء جيت لعندهم ولا قال لي وائل جيب البارودي تعال لهوني، هون مشيت المظاهرات. حطيت البارودي عند وائل بالبيت من قبل بنهارين، وطلعت على الجامع، صليت، طلعت من الجامع، اخذت البارودي من بيت وائل ونزلت مع المظاهرة، ماشيين ورا المظاهرة. نزلت مظاهرة من جوبر على السلطانية، ومن السلطانية نزلت على باب عمر. هيك من عند الحواجز محل ما حاطين سواتير أمنية، ما حكوا زواد أمنية، طلعوا جماعة الأمن، فاتوا بشارع، كفينا مظاهرتنا نظامي. ما حد حكى. نحن راكبين موتورات، ما مرانا من قدامهم، من قدام الأمن مشان ما يشوف البواريد، حاطينهم بعدنا هيك، مرانا من المدورات بسرعة، قطعنا على باب عمر. ما صار شيء، لا اطلاق نار، لا صار شيء، لا صار شيء خالص. هو نادر الذهب بيشتغل مهرب مازوت، مهرب دخان. نادر حسوني بيشتغل بالخضركان، صار يشتغل بالبيكبات القديمه، كل حي المازوت كمان صار يشتغل بالمازوت. نعم، بعد نهارين ثلاثه اربعه شافني قال لي بدي تكبر هون، عم تكبر كل ما لا عم تكبر، عم لازم نتجمع. اللي بتعرفه انت قلوا المظاهره نهار الجمعه بجامع الفلاني وكذا. صرنا الجمعه اللي بعدها شافنا نهار الاربعاء عند خزان مي جورة العرايس. اللي وينكم؟ اللي وين الشباب؟ قلت له كل واحد ببيته. قال لي بدنا نطلع كمان نحن نهار الجمعه، كمان انت المجموعه اللي عم تجمعك من السلطانيه بتجوا. قلت له ايه. قال لي مين عم يجي معك؟ كان يطلع معي ربيع الشيخ معه كسري، وائل الشيخ معه جفت، وراكان عديوي معه بنبكشين، وانا معي البارودي الروسي. كمان طلعنا الجمعه اللي بعدها، هاي نفس جاينا الثاني جمعه، طلع معي احمد صبوح، انا سايق المدور، احمد صبوح معه البارودي، جينا من البساتين. طلعت المظاهره ما فتنا على الجامع النهارده، ما لحقنا. طلعت المظاهرة من الجامعة، طلعناها نحن للمظاهرة. هيك وراهم ماشيين، أنا سايق المتور، أحمد صبوح شايل البارودي وراي. نزلنا اعتصمنا بالساحة، وصار نادر الذهب ومجموعته يأوسوا بالساحة، يأوسوا هيك بالهواء. شي ساعتين ثلاثة فرطت كمان، راح كل واحد بحال سبيله. كمان اجتمع فينا كل ثلاثة أو أربعة. هون اجتمع فينا قبل ست اشهر، قلنا بدنا اليوم نخطط اليوم شو بدنا نطلع، شو بدنا نعمل، شو بدنا نعمل مشان المظاهرين، مشان الكذا. مظاهرين عند الجسر كمان، هو معه مجموعه كلهم متلصمين لهون هيك، ما بعرفهم كثيرين. وانا وناصر نهار الشباب اللي يطلعوا كمان معنا مسلحين، صار اطلاق نار من عند الجسر. جاء لي نادر الذهب، قال لي بدك تقوس هذا المتظاهر. قلت له ليش انا ما اقوسه؟ انت اقوسه. قال لا اقوسه، انت اخذ مصاري، انت عم بعطيك مصاري، عم بعطيك ضروب، عم بعطيك. قلت له ليش؟ قال لي مشان نتهم الامن، انه الامن عم يقوس المتظاهرين. قوسته. اجى قال له نادر حسوني، قال له أوس انت كمان، لا بضهري كمان أوس للمتظاهر. أوسته للمتظاهر بعد نهارين بيلي اسمه محمود الجوري. واللي قتلوا نادر حسوني كمان، قالوا نادر الذهب اللي قتلوا اسمه مربخ بالسوسي، قتلوا كمان. وقلنا ليش هيك عم نعمل نحن؟ قتلنا قال مشان نتهم الأمن انه قتلوا. رجعنا، صارت يجتمع فينا، صار كل يوم يشوفنا وين كون، وين طالعين، وين من الامور هاي. بدنا نشوف بعض اكثر من هيك، لازم نجتمع، لازم كذا، لازم كذا، لازم كذا. هون صار يطلع المظاهرات معنا عماد كردي، برهان كردي، وليد عودي، صار يطلع متظاهر كمان، ما معه شيء وليد عودي، عبد الرحمن الصالح، زياد شوفان، محمد الصالح،
دول يطلعوا معانا متصارين لست شهر. بست شهر اجتمع فينا هالأربعة، قلنا بست شهر لكن هون صاروا كتيرين عند الجسر وعند مفرق فحاي. قلت له قال لي هون تجي عالم من السلطانية، أنا بعد معكم جماعة من السلطانية تطلع من عندكم، وعالم تجي من البساتين، وعالم تجي من بابا عمر، نجي عند الظاهري. قلت له ايه طلعنا هون كمان من الجوامع، أنا ما صليت نهارتها، طلعنا من الجامع نازلين احنا تجاه مفرق المحطة، مفرق قصر الكفراية، هون نازل الربيع معه الكسري والجفت واخو بديع متظاهر وعبد الرحمن الصالح متظاهر ووليد عودي متظاهر وراكان عديوي معه من بكشين، دون هم منزلنا ونادر بالذهب معه مجموعة جاي من البساتين وفي مجموعة من باب عمر. هون طلعنا اجا قال لهم نادر بالذهب، قال لهم اذا بصير اطلاق نار بس فوتوا بالشوارع ونحن نطلق النار. ساعة ما جينا على الحاجز الامني هون قلنا حاجز الامني رجعوا ما رجعنا، رجعوا ما رجعنا، اطلقت رقتين بالجو توزعت المتظاهرين، صرت انا وربيع الشيخ ووائل الشيخ وراكان عدوي نطلق النار على الحاجز الامني من اتجاه جوبر على باب عمر، ونادر ابو الدهب ونادر حسين ومجموعته ما بعرفهم متلصمين لهون لابسين سلوكات ما في غير عيونهم مبينه يطلقون من جهه المساتين، ومجموعة الثالثة مين قائدهم ما بعرف يطلقون باب عمر. هون ركب الأمن صار اطلاق كثيف عليهم النار، ركبوا الأمن سيارة واتجهوا باتجاه الكفراية، راحوا طلع حاجز محطوط عند محل السواجي، هون صار ضرب رصاص عليه، هون قتلوا ستة، ستة من الأمن قتلوا ونادر الذهب يعني كان مع المجموعة يعني. هون ساعة قتل ستة من الأمن اجوا ضلوا اثنين ما ماتوا، واحد مصاب بطنه واحد بخسرته، اجا هوني أخذ من حمود زعيب ونادر الذهب ونادر حسوني بكبة تويتا أربع شناقل قديم أخذوهم على المزرعة. هون فضت العالم راحت أطلق نار وراح الأمن، هون صار البواريد، خالد بن أبو شحود أنا بعرف اسمه من أقول له هيك أخذ باروتين، حمود زعيب أخذ، خالد زعيب ابن أحمد زعيب أخذ بواريد كمان الحاجز، واخذوا خواص واخذوا شغلات سلاح وما سلاح. هون قال لي نادر وينك؟ مودة قال لي كمان صفر لي وهو طالعين، قال لي الحقني لعتوا بالمدور انا، واللي اخذوا العناصر اثنين على مزرعة حمود زي اللي انا راح اوقفكم على الطريق عشان اذا حد اجى. قلت له ايه. هون اجى حمود زي بدر شو عم حكي عنصر، اجى مسك البارودة قوسوا البارودة الروسية قوسوا من ست لسبع ضروب بطن قوته. هون رجع نادر قال منين طلع اطلاق النار؟ قلنا له حمود قوس العنصر. قالوا انت ليش ما ذبحتوا لهذا؟ قلت له انا ما بذبح، هو ميت يعني اخو الميت، شو دوب عم تطلع روح اطلاق النار؟ قلت له ما بقوسه. قال لي اذبحه. قلت له ما بذبح. بدك تذبحه؟ قلت له انا ما بذبحه، اذبحه انت. اجى هوي واحد من المقالدي، واحد حط البارود بظهري واحد حط البارود براسي، قال لي ما ضربته بالسكين بدي اوسك معه. اخذ حمود معه سكين، اخذ سكين من حمود ضربته ضربي. هون شلحون ثيابهم ضلوا بس بنطلون مثل بنطلون هيك رايق بيجامه وقميص، واحد اخذوه حمود بالتراكتور حطوا بمحل مهجور هيك بناء مهجور، والثاني اخذنا بسيارة كيا ريو تابع لأب حسان دعبول حطينا بالباجاج وخدنا ساحة باب عمر، صارت العالم تصور. محمد هاين الزقريط 1985 دراستي صف السادس
اشتغلت نجار موبيليا، اقامتي بكفر عايا. رحنا على الجامع تبع الضيعة لنصلي صلاة الجمعة، جامع عمر بن الخطاب ضيعة كفر عايا بحمص. رحنا لنصلي، صلينا وخلصنا، اجى الشيخ شو قلنا امام الجامع الشيخ عبد الله ادريس، قلنا هو وابو حسين البيرينه، قالوا لنا اللي بده بدنا نطلع مظاهره على بابا عمر سلميه، اللي بده يضل يضل، ما بده يضل يروح على بيته. راح قسم وضل قسم، ضلينا